قال تعالى وتسبح الملائكة. هذا بالعين الزي شلونك؟ وتسبح الملائكة من خيفته، يعني من خوفهم يسبحون ولا هم هذا أمر بسبب الخيفة، يعني حمكم الله يسمعوا صوت الرعد الله بيخافوا ويسبحوا الله جل جلاله ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته سبحانه وتعالى جل في علا. ايه ونرسل الصواعق، الصواعق أقوى من الريح ومن الصواعق تنزل اللي يبصلها بس بتقطف البصر الله اللي يشوف. ولذلك قال إنه ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، خوفا من إراءته وطمعا في نزال غيثه جل في نزال المطر، لأنه إذا حصل برق إنه يكون في المطر.